عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نديرو واحد المسمن بالحليب. غادي تشوفوا معايا المقادير. بسم الله على بركة الله. عندنا 3 الكيسان ديال فورس ديال داك الطحين الناعم، عندنا 2 كيسان تاع داك القمح الناعم، داك القمح الرقيق، وعندنا قريصة تاع الخمارة الفورية، غير نص معلقة صغيرة، ومعلقة تاع السكر والملحة على حسب الذوق، وغادي نديرو بالحليب. بسم الله لا بركة الله. دابا غادي نديرو الطحين ديالنا هنا. بسم الله غنغربلو، واخا راه ما فيه والو ولكن يتغرب الحسن. كامل ندوزو في هاد الشبيكة هادي. نتمنى هاد المسمن هذا يعجبكم. بقاو ديرو في رمضان، ديرو راه زويد. نعاودو الكاس الثاني، استمروا بهذا الشكل هكا. دابا خويت 3 الكيسان تاع الفورس ديالنا، وزدت عليه كاس تاع القمح الناعم. دابا كنزيد هذا الكاس هذا، عندنا 500 غرام عفوا ديال فورس، وزن عليه 325 غرام تاع القمح هذا الناعم، داك السميده الرقيق بقا نقولوا له حنايا. دابا غادي نغربلو هاد السميده هادي، هاد القمح هذا، ونزيدو عاود داك الخليط هذا. دابا درنا كلشي الطحين، غادي نزيدو هكا نص معلقه تاع خماره الفوريه، غير نص معلقه، غير واحد شويه، ومعلقه ديال السكر والملحه على حسب الذوق، انا عارفه عيني ميزاني. وغادي نزيدو الحليب، غادي نحركو بالحليب. بسم الله غادي نحرك ونشوفو شحال ديال، بسم الله على بركة الله. ندير واحد الحفرة هنا نخليها، بسم الله. انا خويت الكاس الاول. هيا درنا 2 كيسان تقريبا، نص ما وصلش نص اللي درنا ديال الحليب. كنستمروا بهذا الشكل هكا بحال هكا. انا بغيت ندير هذا دابا، غادي يجيو شي صحاباتي، بغيت ندير هاد الاشياء اللي قلتي، ندير هذا دابا حسن. نتوما عاود على حساب وقتكم، راه واحد عنده الوقت، واحد ما عندوش الله يحسن له، راه واحد خدام، واحد تقدروا ديروها بكري وتخليوها، ولا تعجنوها في الليل، غير ما ديروش فيها الخماره، ما تبغوا تعجنوها في الليل، تعجنوها غير هكاك وخليوها حتى الصباح، وتلقاوها كتخدم هي بوحدها بحال هي الدوره، نتوما صافي تلقاوها سايخه بحال هكا. استمروا بهذا الشكل هذا. الحليب حنا درنا فيها 2 كيسان تقريبا، ما وصلش نص، دافي الحليب دافي، واللي ما توفرش عنده يدير غير الماء ماشي مشكل. من بعد ما دلكنا العجينه ديالنا مزيان تولات على هذا الشكل هذا، دابا غادي نديرو بها نخدموها كويرات. بسم الله تبارك الله، نخدموها بهذا الشكل هذا، نديروها كويرات كما كنديروا المسمن ديالنا العادي، غير هذا بالحليب. صراحه عمري ما جربت هذا ديال الحليب، اول مره كليته عند الصديقه ديالي وعجبني، وقلت لها انا نديرو، علاش ما نشتركوش معكم. دابا غادي ندير، نستمر بهذا الشكل هذا بحال هكا، نديرهم كويرات، نستمر بهذا الشكل هذا، هنستمر هكا ندير كويرات، ندير كويرات. دابا من بعد ما سالينا الكويرات ديالنا، دابا غادي ندير لهم الزيت بحال هكا، نستمروا على هذا الشكل هذا بحال هكا، ندير لهم الزيت. دابا باش يجيونا ساهلين في الخدمه، نجيو نخدمهم ما يجيوناش
بحال هكا دابا غنجيبوها التحتانيه اللي درناها كاع لتحت، هذه هي اللي الخدمه. دابا غادي نستمر بهذا الشكل هذا. نستمر بحال هكا، نديرو الزيت كنقرصوهم مزيان تيبقى رقيق باش يجينا داير طبقات ويجي زوين بحال هكا. دابا غنخلطو الزبدة مع الزيت بحال هكا، منكتروش الزبدة نديروها شوية ونجيبو هكا دهنا بيدنا مفيها بس، غنديرو بحال هكا ونديرو السميدة الرقيقة تاع القمح اللي درنا بعدا به قبيله ونقلبو بحال هكا وندهنو شويه ديروها عطاكين هكا، غادي يجي زوين غير جربوه ردو عليا الخبر. ديرو بحال هكا نحطوها على الربح، المسمنة ديالنا كتجي بحال كتجي على هاد الشكل هذا. نجيبو الأخرى عاود نديرها، كندير عليها هاد البلاستيك الغذائي باش ما مع دابا السخونية باش ما تجيليش مكمشة من فوق العجينة بحال اللي طايبة وهي ما طايبش، راه السخونية كنستمرو على هاد الشكل هذا. مستمرين على هذا الشكل هذا بحال هكا. نجيبو عاود وحده اخرى. ودابا كملنا داك التشكيل تاع هذا المسمن ديالنا ديال الحليب، دابا غادي نديروه في الفلاخ. دابا غادي نقرصو بحال هكا ونديروه في المقله ديالنا، ديرو في المقله الثقيله ما حسنش باش يجيكم زوين. غنديروه دابا هنايا، غادي ندهنو هاد المقلة ديالنا ندهنوها بحال هكا بالزيت تكون سخونة، من تسخن نقصو البوطة ما تخليهاش مجهدة. بسم الله بحال هكا، غنقصو شوية البوطة كنجيبو الخرعه ونقصوها هنا هكا، كندهنو وكنقلبو كنديرو بحال هكا نستمر في التحرك، كنبقاو ندورو هكا كندورو وندهنو بالزيت كنستمرو على هاد الشكل حتى كنطيبوهم كاملين. دابا هذا هو الشكل النهائي تاع المسمن ديالنا اللي درنا اليوم بالحليب. هذا غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي كيجي، ها شوف ها كل وحده طويها على الجوج، ها انتما كيجي كيجي من الداخل ها جاي مورق وزوين مع العسل اللي بغا يدير العسل ولا الزيت ولا اللي عندهم توفر في الدار. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع اصدقاء ديالكم، ما تنساوش تدقوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وما تنساوش تلايكيو لا فيديو وتابونيو لاشين ديالي. بالسلامه عليكم ونهاركم مبروك وصحه وراحه.